بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي يوم الاحد يوم 10/4/2022 ومعاكم قناه الموش اليوم. وتعالوا نشوفوا العجول الجنيه البقر مع العم صبحي بتاع القصر المصري مركز ابو حمص محافظه البحيره. صباح الخير يا عم صبحي. صباح الفل يا استاذ. عامل ايه يا غالي؟ كل عام وانت طيب. وانت طيب يا غالي، كل سنه طيب. الله يبارك لك. الاعمار قد ايه يا عم صبحي؟ سنه. الله اكبر. العمر سنة يا جماعة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على المال واصحاب المال، الاربع حلبات وكله تمام. الله يبارك لك يا عم صبحي. بسم الله ما شاء الله، الاعمار سنة يا جماعة. الله اكبر على المال وحلاوة المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تحيا مصر. تحيا مصر. الله يبارك لك يا عم صبحي. كل سنة وانت طيب يا عم صبحي. انت طيب بالصحة والسلامة. المشاهدين والمشاهدين ورئيسنا طيب قبل المشاهدين. الله يبارك لك يا عم صبحي. الله العظيم. حبيبي يا عم صبحي. يا رب. تحيا مصر. الله يبارك لك يا عم صبحي. سعرهم على بعض الاثنين ولا كل واحدة لوحدها؟ والله واحدة لوحدها ماشي، هم الاثنين انا شاريهم شروة. شاريهم على بعض الاثنين. 22 و800. 22 و800. الله يبارك لك يا عم صبحي. ايوه. وعراكم على الله. وعراكم على الله. الله طبعا. الله يبارك لك. صباحك عسل يا محترم. اللهم صل على النبي. تحيا مصر. تحيا مصر. الله يبارك لك. الله اكبر على المال يا جماعه وصاحب المال الراجل المحترم اللي بيحب بلده واللي بيشجع بلده وبيحب الرئيس بتاعه برضه بيدعي له. بنموت فيه. الله يبارك لك يا عم صبحي. احسن من ابوي. الله يبارك لك يا عم صبحي. الله احسن من ابوي. بسم الله ما شاء الله على الراجل الطيب يا جماعه. يسلم عليه يده وكده وتاني يوم يزعقوا عليا في الميكروفون. الله يبارك لك يا عم صبحي. ربنا يديك طول العمر يا راجل محترم. ربنا ما يسوونا فيه يا شيخ. الله يبارك لك يا عم صبحي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا عم صبحي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال. الله اكبر. الله اكبر يا عم صبحي. يا رب. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. تردينا الرقم يا عم صبحي التليفون. لا مش حافظه بقى. يلا حبيبي يا عم صبحي. انت ما معاك بس. صباحك ابيض يا عم صبحي. صباحك فل. متشكرين جدا. طيفي. راح فين يا حاج؟ حضور النبي محمد ولك عبا شاري. الله يبارك لك يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. لا تعرفوا باسمك يا معلمي؟ خدامك عبد الله ابراهيم محمود. عبد الله ابراهيم محمود منين؟ المعلمين تجار. منين يا عم عبد الله؟ عزبة مختار ابراهيم محمود. عزبة مختار تبع دمنهور. تبع دمنهور. الله يبارك لك. مركز دمنهور الرجالي. الله يبارك لك يا معلم. بسم الله ما شاء الله. ده كرر انتاي. ده انتاي ان شاء الله. عمرها قد ايه يا عم الحاج؟ عمرها هدية سنة. بسم الله ما شاء الله. سبع ثمان شهور. ثمان شهور. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عامله قد ايه يا عم محمود؟ والله وكيل. عامله 94 الا 10 جنيه. 94 الا 10 جنيه. يعني 9400 الا 10. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. حاجة صنف فريش. الله اكبر. 9390. الله اكبر. بتحلب 15 كيلو. يا لسه بتحلب دلوقتي هتحلب؟ لا ده هتحلب بعد سنة. بعد سنة. ما شاء الله. الله يبارك. بعد سنة. بعد سنة. هي بعد ما تولد بقى. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. طب والثانية دي يا معلمي؟ بسم الله ما شاء الله. 91 دي يا حاج. ب91. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. شابة يا بابا. حبيبي يا حاج. يعني انت شغال في العجول الجنية دي يا عم محمود؟ ان شاء الله. الله يبارك. عبد الله. يا عم عبد الله. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجة توصل معاك؟ ان شاء الله. كام يا معلمي؟ 010 69 15 16 السوق اللي فيه. الله يبارك لك يا معلمي. صباحك ابيض ومتشكرين جدا. اي حد يتواصل معاك تبع قناه الموش اليوم بالله عليك. اي خدمه يا حبيبي. انت حبيبي. الناس اللي بتضحك يا جماعه، الوشوش الطيبه. الله يبارك لك. الوشوش اللي مش ناعيه للدنيا هم. الله يبارك لك. يا عالم يا ابن يا عالم. الله يبارك لك. واحده رايحه فين يا حاج؟ الله يبارك لك يا حاج. رايحه فين يا حاج يا ابو شقه طيفي؟ الله يبارك لك. الله يبارك لك يا حاج. واجعل صباحك ابيض. ان شاء الله. الناس الطيبه والناس المحترمه الوجوه الطيبه. صباح الخير يا معلمي. قناه الموش اليوم. اليوم الحد ده يعني. ان شاء الله. عامله كام العجله لما اجي ادخل؟ 9000. نتاي عمرها قد ايه؟ عمرها 9 شهور. 9 شهور وعامله 9000. بسم الله ما شاء الله. يعني كده الشهر ب 1000. ايوه. الله يبارك لك. 9 شهور وعامله 9000. ايوه. الشهر واجب ب 1000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حضرتك تاجر ولا جنان؟ تاجر. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاك؟ والله معايا بس بلا عرض. الله يكرمك يا حاج وقوي. نارك ابد ان شاء الله. يعني بتروح اسواق ايه وايه عشان لو حد عايزك يلاقيك؟ كفر الدوار ده. الناس الكبيره دي غلابه. اي والله. كفر الدوار ابو حمص ده منو؟ ناس على الحصه كده. ها؟ جرادات.
انت من الجرادات؟ ابو حمص. الله يبارك لك الجرادات ابو حمص. الله يبارك لك يا حاج وسبع كبير. كل سنه طيب يا غالي. بسم الله ما شاء الله على سوق دمنهور يا جماعه، العجول الجنيه البقر. الله اكبر، ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. انباعوا الاثنين دول؟ انباعوا بيمن 19,500. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. يا عم بتجيب الورا ليه؟ العجل عايزه ترد لصاحبها ثاني. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. مش عايزه تمشي وتسيب المنطقه. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. كل سنه وانت طيب. نتعرفوا باسمك عشان المشاهد. هشام ابراهيم عبد المنعم السعيد. هشام ابراهيم عبد المنعم السعيد. منين يا معلمي؟ من ابو حمص. ابو حمص وتجار ابو حمص مهندسين ومنورين في سوق دمنهور النهارده. الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. خد يا معلم موجود. اكبر تجار عجول جنيه بقر يا جماعه بتوع ابو حمص اهم. الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الاعمار قد ايه يا معلمي؟ يا بنقول يا معلمي العمر قد ايه؟ 18. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ودي 9 واللي فرحها 7. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. طب الاسعار عاملين النهارده في سوق دمنهور يا حاج؟ 11,000. دي ب 11,000. ودي 10,600. اللي هناك يا عم خد يا عم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بعد ولا قبل؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بقول لك الاسعار الحقيقيه معايا مش صباح الفل يا معلمي. ديت يابا ب 9,300. 9,300 ده ايه؟ ودي ب 9,000 الا 200. 9,000 الا 200 و 75. 75 7.5 ب 7,000. ب 7,000. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. دي الاسعار بمرد الله عشان لو حد يتواصل معاك. لا عشان لو حد يتواصل. طب كام الرقم يا معلمي؟ 012-0-0-12-0-5-9-5-9-3-9-3-9-4-0-4-4-0-4. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. قدامه صباعك ابيض ومشكرين يا معلمي. ابو حمص وتجار ابو حمص يا جماعه، اكبر تجار عجول جنيه بقر. بسم الله ما شاء الله. اي حد يعوز حاجه احنا خدنا رقم المعلم اهوت، يتواصل مع الناس المحترمه ديت. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. ماشي يا ابو. الله اكبر. صباح الخير يا عسل. صباح الفل يا معلم. ايه الحلاوه دي وين النور دي؟ نار نقد ان شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. نتعرفوا باسمك يا معلمي؟ احمد متولى. المعلم احمد متولي. منين يا معلم؟ ابو حمص يا حاج. الجنوية ابو حمص. الجنوية ابو حمص وتجار ابو حمص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الاعمار قد ايه يا معلمي؟ 4 شهور و5 شهور. 4 شهور و5 شهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب السعر كم بمرد الله؟ هنا 82 وهنا 82.5. 82 و82.5 يعني فرق 50 جنيه. فرق 50 جنيه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك من دول على طول لحد اسحاق؟ موجود يا باشا معاك من 6000 جنيه لحد 20,000 جنيه. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونها؟ 010-67-0543-0543-59-59. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. على دماغنا. صباعك ابد ومتشكرين. اي تجار عندها عروض باسعار بما يرضي الله تتواصل معانا. رقمنا قدام منكم على الشاشه. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.